قد ناخذ ضغط تراب في حالة التوازن لدن نظرة كولومب. احنا اخذنا رانكين، هسه كولومب الحالة الفعالة. التربة الرملية، اسهل انواع هي التربة الرملية. ان نظرة كولومب تعتبر تربة متجانسة موحدة الخواص، تأخذ بعين الاعتبار في حسابات الضغط التراب والاحتكاك بين الجدار والتربة المجاورة. في حال حدوث الإخفاق يتحرك أسفين من التربة كجسم جاسئ، هذا الأسفين من التربة كجسم جاسئ إلى الأسفل، زين، ويضغط وزن التربة المتحرك، هاي W، أوكي، على خلف الجدار AB من جهة، على وعلى طول سطح المنزلق AC من الجهة أخرى، هذا السطح المنزلق، أوكي، من جهة أخرى. إيش راح ينتج عنه؟ ويكون لرد الفعل الناتج على سطح AB و AC مركبتان عمودية، الـ AB والـ AC مركبتان عمودية، هاي يعني منه ومنه، ومماسة بسبب وجود احتكاك متأهب mobilized friction عند حركة الأسفين على طول السطحين. إن الاحتكاك على السطح المنزلق AC، منزلق AC هذا شو يسوي؟ يتأهب بشكل كامل، وأن الإجهاد الناتج يعمل بزاوية فاي مع العمود على السطح هذا، ويكون السطح المنزلق قريبا جدا مستوى القسم الأعلى ومقوسا قليلا من القسم الأسفل، مقوس هذا منه، هذا عدل ومنه مقوس، هاي حسب نظرية كولوم، وذلك نتيجة قوة الاحتكاك المؤثرة على خلف الجدار. لهذه الحالة يمثل افتراض سطح الانزلاق مستويا لكل الطول تقريبا، ويختلف الضغط التراب المحسوب على هذا بمقدار قليل عن ذلك المحسوب على سطح المنزلق. يعني هنا عندنا راح ياخذ كولوم يعني القوة، مجموع القوة، ويسويها على شكل مثلث قوة. أوكي، هسه راح ناخذها بشكل مفصل. يمكن في حالة كون سطح الانزلاق مستوي الشكل، إذا كان مستوي الشكل، إن نختبر التوازن الأسفين ABC، وأن القوة المؤثرة على الأسفين هي الوزن ورد الفعل E على AB، زين، يعمل بزاوية دلتا مع العمود على الجدار، هذا العمود على الجدار، جدار إذا كان مائل عمود عليه يصير، أوكي، وبساي مع الشاقول، بساي يساوي الألفا ماينس الدلتا، هسه راح ناخذها بشكل مفصل، ورد الفعل R على السطح المنزلق الذي يعمل بزاوية فاي مع العمود، وثيتا مع الشاقول، ثيتا يساوي رو ماينس فاي، ونجد تجد الإشارة أن الرو هي زاوية سطح الانزلاق. اوكي، هسه راح ناخذ هذا الشكل، هذا عندنا بشكل عام انه السطح يجوز مو عدل، عندنا مائل بزاوية بيتا، وهذا الالفا هي ميلان الجدار، هذا الجدار مالتنا، جدار ريتينينج وول مثلا مائل زاوية الفا، وهذا الرو، وهذا الابساي، هاي الدلتا، قلنا العمود تعمل عمود من القوة مع سطح الجدار. يمكن الحصول على العلاقة تبين أن قوة الضغط التراب إيه هي دالة المتغير رو، ويلاحظ من الشكل 12A. هسه الأوزان، العفو، شنو القوة عندنا؟ الوزن جاية من هذا المثلث، المثلث هو نصف القاعدة في الارتفاع، نصف AC في الارتفاع شنو؟ BD، في نضربه في الجاما الكثافة على مطلع الوزن، أوكي؟ بعد شو عندنا؟ هسه نجي نربط الـ HC يساوي AB ساين ألفا ماينس بيتا على ساين رو ماينس بيتا، أوكي؟ الـ AC يساوي AB، أوكي؟ في ساين ألفا ماينس زائدا بيتا على ساين رو ماينس بيتا، هاي بالتشابه، أوكي؟ الـ BD يساوي AB
إذن البي دي يساوي أي بي ساين ألفا زائدا رو. بي دي عندنا هذا مثلث وعندنا هاي الزاوية، أوكي، فالساين المقابل على الوتر، فهاي نربطها. ولما كان الـ AB يساوي H over sin ألفا، لأن sin ألفا المقابل الـ AB، وعندنا هذا الـ H، أوكي، وهاي عندنا الألفا، سين الألفا المقابل على الوتر، فيساوي هذا العلاقة نربطها كلها بالدبليو. دبليو نجي نعوض الأي سي والبي دي، أوكي، فتطلع لنا هاي العلاقة، تطلع لنا هاي العلاقة، أوكي. ومن مثلث القوى في الشكل في على الحصول يمكن الحصول على العلاقة دبليو على ساين هاي الزاوية يساوي الإي على الساين المقابلها ساين ثيتا، أوكي. ونجي نعوض الدبليو بهذا المقدار، وبعد التعويض عن قيمة الدبليو من المعادلة 2.18 ومن المعادلة 2.19 يتضح أن مقدار الإي هو دال المتغير رو. زين، أن الحالة الحدية تتطلب وجود القيمة العظمى للمقدار إي، فنجي شنو نشتقها بدلالة الرو عمود نطلع الكريتيكال. احنا بالرياضيات صف اول صف اول انه يعني نشتق الدالة على مود نطلع الكريتيكال بوينتس، يعني اعلى قيم، فنجي نشتق الاي نحصل على مقدار الذي يحقق اكبر قيمة للقوة اي التي يتخذ لها عند اذن الرمز اي، اي ان قوة الضغط الفعال، هذا يعني ان الاي اي يساوي نص جاما ات سكوير كي اي، نفس النتيجة وصل لها رانكين، هاي طريقة كولومب، حيث أن الفرق أن كولومب أخذ بنظر الاعتبار زاوية الانحدار مباشرة دخلها، يعني ربط زاوية الانحدار وزاوية الجدار دلتا، أوكي، والألفا كلها أخذ المتغيرات بنظر الاعتبار. فالكي أكتف هاي هنا ناسي الخط هنا سان سكوير ألفا زائدا فاي على سان سكوير ألفا سان ألفا ناقصا دلتا في 1 بلس، أوكي، هذا تطلع المقدار. في حال التي تكون فيها الدلتا صفر والبيتا صفر والألفا يساوي 90 راح ترجع نفس النظرية مالتنا نفس مال رانكين، كي اي إكوال تان سكوير 45 ناقص فاي أوفر 2، وهذا هو معامل ضغط التراب الفعال عند رانكين، أوكي.